المشاركين في المشاورات اليمنية يقول مشاورات الكويت فرصة تاريخية، من الصعب أن تكرر فلا تفوتوها. أعطوني تصريح إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة في اليمن. أعطوني. مشاورات الكويت فرصة تاريخية من الصعب أن تتكرر. تقديم التنازلات للتوصل إلى حل سلمي ليس بأمر غريب، فالغريب هو الإصرار على النزاع وعدم تقديم التنازلات. الشعب اليمني متحد بمطالبتكم بالسلام، اتحدوا بالسماع لندائه المطالب بالسلام. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودولة الكويت يضعون كل الدعم السياسي واللوجستي والدبلوماسي لمساعدتكم، فلا تفوتوا هذه الفرصة. حكموا ضمائركم، غلبوا المصلحة العامة، أنقذوا اليمن، فمحكمة التاريخ لن ترحم، والسلام خيار شجعان. بإمكانكم أن تعودوا بالسلام إن أردتم، فلا تعودوا إلا بالسلام إلى اليمن، وشكرا. أيضا ولد الشيخ يقول